السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، عد لكم بهذا المقطع الجديد من قناتنا. في هذا المقطع سوف نتكلم عن موقع bigosnackers.com الذي يقوم ببيع الأحذية المقلدة بجودة عالية التي تشبه الأصلية 100%. يا أعزائي الكرام، وكما ترون واجهة هذا الموقع واجهة سهلة وجميلة كما أنها سريعة التصفح. نجد هنا البعض من الأحذية المشهورة في الموقع، وهنا نجد البعض من الأحذية مثل Air Jordan, Air Jordan 4 والAir Jordan Force. وعند النزول أكثر سوف نجد البعض من إثباتات الشراء الخاصة بالموقع، ونجد أيضا البعض من المقالات الخاصة ببعض الأحذية لمعرفة المزيد من المعلومات عنها عند النزول. وإلى آخرة الموقع نجد البعض من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وأيضا تستطيع إنشاء موقع من هنا. والآن سوف نقوم بالضغط هنا للقيام بالتواصل مع أصحاب الموقع عن طريق الواتساب، وننتقل تلقائيا إلى الواتساب وتستطيع التواصل بكل سهولة مع أصحاب موقع. تستطيع سؤالهم عن بعض الأحذية التي إذ لم تجدها في الموقع، وأن أي شيء تزيد الاستفسار عنه. يا أعزائي الكرام، والآن سوف نقوم بإنشاء حساب على هذا الموقع. نقوم بالضغط على Your Account، والآن نقوم بالضغط على Start Here، وهنا نجد الفيرست نيم واللاست نيم. نقوم بجميع معلوماتنا الخاصة بالموقع، وبهذه الطريقة نقوم بإنشاء حساب على هذا الموقع بكل سهولة. يا أعزائي الكرام، الآن سوف نقوم بتجربة شراء أحد الأحذية. وبتلاً سوف نقوم باختيار هذا الحذاء. يا أعزائي الكرام، نجد هنا البعض من الصور المختلفة من جميع الزوايا، طبعاً حذاء جميل. الآن سوف نقوم باختيار الحجم والمقاس المناسب للحذاء، هنا نجد البعض من المعلومات عن طريقة الشراء وأيضاً عن طريقة الدفع وبالنسبة لطريقة الإرسال إلى بلدك. سوف نقوم بالضغط على Buy Now، والآن سوف نقوم بملء جميع معلوماتنا المتبقية بالنسبة لمكان الشحن ومكان الشراء، وبعدها تقوم بالضغط على Continue to Shipping، وبعدها نقوم باختيار طريقة الإرسال عن طريق DHL وأحيانا عن طريق الفيديكس، وبعدها سوف نقوم باختيار طريقة الدفع، وأنا أفضل طريقة الباي بال. بعدها تقوم بالضغط على Complete to Order، ونقوم بالضغط على OK، وبعدها سوف ننتقل تلقائيا إلى الواتساب، وسوف تقوم بالاتفاق على طريقة الشراء وطريقة الدفع إلى آخره. أعزائي الكرام، كان هذا كل ما لدينا في هذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.